معنا اليوم من قمة المناخ الدكتورة ندى مسعود نائب الوزيرة للإصلاحات الهيكلية. ماذا عن أو ما علاقة برنامج الإصلاحات الهيكلية بالتغيرات المناخية أو موضوعات مؤتمر المناخ؟ يعني أنا متشكرة جدا على السؤال ده. الحقيقة أنه إحنا برنامج الإصلاحات الهيكلية زي ما حضرتك عارف تم إطلاقه من قبل السيد رئيس الوزراء في أبريل 2021، وكان في 6 محاور للإصلاحات الهيكلية. المحور الأساسي هو محور الاقتصاد الحقيقي، القطاعات الأساسية اللي فيه الصناعة والزراعة والاتصالات، وفي 5 محاور مكملة اللي هي بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، اللي هي التدريب المهني وكفاءة سوق العمل، اللي هي الشمول المالي والحصول على التمويل، اللي هي محور رأس المال البشري، ومحور الحوكمة وكفاءة المؤسسات. ده كانت المحاور، ولكن كان في عندنا ثلاث حضرتك تقول مبادئ حاكمة أو ثلاث ثيمز ماشية معانا في 6 محاور بنراعيها في كل إجراء بناخده للإصلاحات الهيكلية. اللوكاليزيشن، إنه هذه الإجراءات تتم على مستوى الأرض في كل المحافظات المصرية، في 27 محافظة عندنا إجراءات. المحور الثاني الديجيتاليزيشن، انه لازم التحول الرقمي في كل الاجراءات كان داخل. والمحور الثالث كان يعني على نفس قدر من الاهميه هو محور المناخ، انه كل الاجراءات اللي حاطينها في برنامج الاصلاحات الهيكليه بتراعي الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الاخضر والبعد البيئي، لانه الحقيقه هو ده المستقبل. وبناء على كده اتعملت الاستراتيجيات المختلفه والحوافز الخضراء، التركيز على الهيدروجين الاخضر. احد السب سيكتورز اللي عندنا في قطاع الصناعه هي البطاريات الكهرباء للسيارات الكهربائيه، لانه التحول الاخضر والتحول للبيئة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون هو أولوية للكوكب كله. فلازم وإحنا بنعمل برنامج الإصلاحات الهيكلية بيركز على جانب العرض من الاقتصاد، يبقى البعد البيئي حاضر وموجود، وبالتالي كل الإجراءات اللي خدناها كانت في سبيل التحول للاقتصاد الدائري والأخضر. هل هناك مزيد من الخطوات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية مبنية على مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27؟ طبعا، وده جاي في وقت مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه إحنا برنامج الإصلاحات الهيكلية على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت 18 شهر، ابتدت في أبريل 2021 وخلصت أكتوبر 2022. المرحلة الثانية 18 شهر بدءا من شهر نوفمبر، ومدخلين فيها 7 سياسات رئيسية هيتم التركيز عليها. وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات التحول من التنمية عبر المشروعات إلى التنمية عبر السياسات، إنه الدولة عملت مشروعات كتير الفترة اللي فاتت، وده الفترة دي هي دور القطاع الخاص إن هو يقوم بالمشروعات. الدولة بتحط السياسات المساعدة والممكنة للقطاع الخاص لتحقيق الأهداف اللي الدولة عايزاها. ففي عندنا 7 سياسات رئيسية أهمهم أو يأتي على رأسهم التحول للاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة. فمخرجات اللي هناخدها، وده طبعا يعني هدف على قد ما هو مهم على قد ما هو برضو بيواجه بعض التحديات، لأنه ده محتاج تمويل. يعني احنا في عندنا جانب الجانب التكنولوجي، ازاي التحول الى التقنيات التي تساعد على التحول الاخضر والنظيف، في عندنا تمويل، التمويل الاخضر. فمخرجات المؤتمر والاتفاقيات اللي احنا بنوقعها والاجندة اللي بتتحط في هذا المؤتمر هي اللي مساعدة معانا وبتشكل السياسة الاولى من السياسات 7 للمرحلة الثانية من برنامج الاصلاحات. خليني اخاطب الانسان في الشارع، ماذا تقصدي سيادتكم بالسياسات؟ السياسات يعني ما جيش انا اعمل، يعني مثلا اقول أنا عايزة أشجع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مش إن أنا أعمل كحكومة أو كدولة مصنع للبطاريات الكهرباء، ولكن إن أنا أطلع استراتيجية السيارات والترخيص بتاع السيارات الكهرباء، وإن أنا أدي حوافز خضراء بحيث إن أنا أعمل مجموعة من الحوافز ومجموعة من التوجهات اللي واضحة للقطاع الخاص اللي تشجعه على الاستثمار في المجالات والقطاعات اللي أنا عايزاها.